الموضوع اللي غادي نهضروا عليه اليوم كيتطلب منك انك تركز معايا شويه حيتاش عامر الغاز وغموض. بحال من واحد ديجا هضر عليه ولكن ضروري بغيت ندير عليه شي فيديو مفصل حيت بغيت نشرح فيه بزاف ديال التفاصيل اللي ما عمر شي واحد ذكرهم. في 4 يناير عام 2012 واحد الشخص مجهول بوست هاد التصويره هذه فورتشان، كيف ما كنت قلت لكم في هذا الفيديو باللي عقلو مزيان على فورتشان حيتاش غنهضروا عليه بزاف. هاد التصويره فيها واحد الرساله اللي مكتوب فيها: سلام، حنا كنقلبوا على ناس اللي عندهم ذكاء عالي وباش نلقاوهم اخترعنا واحد الاختبار. هاد الرساله هذه مشفره وفيها واحد التصويره، ولا قدرتي تحل الشفره وتلقى ديك التصويره غادي تلقى معها المعلومات اللي غادي تخليك تتواصل معنا بالتوفيق، ومكتوب رقم 3301. ومن هنا غادي تنطلق واحده من اشهر واغرب الالغاز اللي عرفها الانترنت واللي هي لغز سكيدا 3301. شكون هادو اللي باغيين الناس اذكياء وشنو غادي يديروا بهم؟ هادشي كله غادي نعرفه في الحلقه ديال اليوم. ولكن قبل ما نبداو بغيت نقول لكم شكرا بزاف على التفاعل ديالكم في الفيديو اللي فات، ما تصوروش شحال فرحت ملي شفت باللي عجبكم داك الموضوع. وايضا شكرا على 180K، ما بقى لينا والو ل200K. ولا كان كيعجبك بحال هاد الانواع ديال المحتوى خلي واحد لايك واشترك في القناة، راه فابور وتقدر تحيدها فوق ما بغيتي الا مبقيتش عاجبك شي نهار. ويلا نبداو. من بعد دقائق ما تبوسطات التصويره اللي فيها هذيك الرساله في فورتشان، واحد الشخص اكتشف انه الا مشيتي حليتي هذيك التصويره عن طريق النوت باد او لا اي محرر ديال النصوص غادي يخرجوا لك مجموعه ديال الشفرات. وهاد الشفرات هادو طبعا ما مفهوميش، ولكن في الاخر ديال الصفحه غادي تلقى واحد الكتابه مفهومه واللي تقدر تقراها ومعها واحد الشفره مختلفه على الاولى. من بعد ما غادي تحل ديك الشفره غادي يخرج لك واحد الرابط ديال واحد التصويره اخرى. فاش غادي تجي تحلها غادي تلقى واحد التصويره اللي مكتوب فيها اوبس، هاد التصويره مجرد صوره مزيفه وقيل راك ما قديتيش تحل اللغز. بزاف ديال الناس بانت لهم باللي صافي هنا النهايه وباللي ما يقدروش يمشيو في اللغز كثر، حتى غيجي واحد خونا اللي غادي يستعمل واحد لابليكاسيون اللي سميتها اوت جاس وغادي يدير فيها التصويره الاولى ديال الرساله. ولكن هنا ما غاديش يخرجوا ليه الشفرات البرمجيه بحال الاول، لا، هنا غادي يخرج ليه واحد المعلومات اضافيه كانوا مدمجين في الصوره واللي اول مره غيوصل ليهم شي واحد. هذه المعلومات الاضافيه اللي تم استخراجها فيها واحد الرابط اللي غادي يديك لريديت، وداك الرابط ديال ريديت غادي يديك لواحد الكتاب وغادي يعطيك معاه واحد المجموعه ديال الاكواد. ولا كنتي ذكي كفايه وباستعمال دوك الاكواد اللي عطاوك غادي تقدر تخرج واحد المجموعه ديال الصفاحين اللي فيهم مجموعه ديال السطور، وايضا كل سطر غتخرج فيه واحد الحروف معينه. وفاش غادي دير هادشي كامل غادي يخرج لك في الاخر واحد الرقم ديال التليفون واللي هو هذا. فاش غادي تعيط لهاد النمره هادي غادي تسمع واحد البريد الصوتي اللي كان ديجا مسجل. Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final.jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other two. Multiply all three of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. كيف ما شفتي باللي مازال جوج تصاور اخرين، ودوك التصاور فيهم ارقام بحال التصويره الاولى واللي هي 3301. من بعد ما غتلقى هاد التصاور هادو غادي تضربهم في بعضياتهم كلهم، ومن بعد خاصك تزيد .com باش تقدر تدوز للمرحله اللي موراها. مورا هادشي هذا تكون واحد المجموعه ديال الناس وداروا جروبات، وهاد الجروبات مجموعين فيهم غير الناس الذكيين والعباقره باش يقدروا يحلوا هاد اللغز هذا. ولكن واخا هكا كانوا بحال لا تالفين حيتاش كانوا كيقولوا شكون دار هاد اللغز اصلا وشنو باغيين يديرون بعد هادشي كامل. وشي كان كيقول اللي هذه شي منظمه سريه كتجمع الناس الاذكياء باش تستخدمهم في المجال الاختراق او الكريبتو. ومن بعد هادشي كامل والجهد ديال بزاف ديال الناس غادي يلقاو دوك جوج ارقام اللي كانوا ناقصين واللي هما في الحقيقه ماشي جوج تصاور، ولكن كان الطول والعرض ديال التصويره الاولى اللي تبوستات. ومن بعد ما غادي تضرب الطول والعرض مع 3301 غادي يخرج لك واحد الرقم، وداك الرقم غادي تزيد عليه .com باش يولي رابط ديال الموقع وتدخل ليه. فاش غادي تدخل الموقع غادي تخرج لك التصويره ديال سكيده ومن تحتها واحد العد تنازلي. وفاش داك العد تنازلي وصل لصفر الصفحه تبدلات ولات فيها واحد المجموعه ديال الاحداثيات، وهاد الاحداثيات كانت ديال شي بلايص معينه في مختلف انحاء العالم وبالضبط 14 الموقع في 5 ديال الدول مختلفه. دابا هنا غادي يبدا الاختبار ديال بصح، حيتاش الا بغيتي تكمل اللغز دابا راه ما خاصكش تبقى غير جالس مرتاح في الكرسي ديالك، لا، دابا خاصك تنوض تخرج وتسافر باش تتاكد من هاد الاحداثيات وتشوف شنو فيهم باش تقدر تكمل. طبعا هنا بزاف ديال الناس غادي يحبسوا حيتاش كانوا واخدينها بحال شي لعبه
لعبة وصافي، ولكن ملي خرجت الأرض الواقع نسحبوا. ولكن في نفس الوقت كاينين شي ناس اللي واخدين هادشي بشكل جدي بزاف، حيت قالوا بلي هاد الألغاز معقدة بزاف على أنها تكون مجرد لعبة، ضروري خاص تكون شي منظمة هي اللي مورا هادشي هذا، وضروري غادي تكون شي حاجة كبيرة في الآخر. صونادو سافروا ومشاو لهاد الإحداثيات هادي، وفي كل بلاصة من دوك البلايص كانت واحد الورقة اللي فيها الشعار ديال السكايدة، وأيضا مع واحد الكود ديال الكيو آر. الكود ديال الكيو آر كان كيديك لواحد التصويرة، وديك التصويرة فاش كتحل الشفرة ديالها كديك لواحد الكتاب، والكتاب فاش كتحلو كيديك لواحد الموقع الكتروني. وخا زربت ليك على هادشي، ولكن راه كان كياخد وقت بزاف باش كانوا كيحلوا ديك الشفرة. ولكن هنا الامور غادي تبدا تبدل شوية بشوية، حيت هاد الموقع هذا اكسبت فقط دوك الناس الاولى اللي يدخلوا ليه. اما من بعد ما تعرف اللغز وكلشي ولا كيدخل لهم، مابقاوش كيقبلوهم، حيت كيف ما كنت قلت لكم بلي ولاو الناس كيخدموا في جروبات. سكايدا دارت هاد الطريقة باش تقبل فقط الناس الاولى اللي وصلوا، اللي هما طبعا الناس الاذكياء ديال بصح، ويحيدوا الناس اللي غير تابعين. وهادشي النيد اللي غادي تلقاه مكتوب في الموقع، وي وونت ذا بيست نوت ذا فولورز، يعني بغينا الافضل ماشي الناس اللي تابعين. ودوك الناس اللي دخلوا للوالا قالوا ليهم باللي ممنوع تعاونوا مع شي ناس اخرين، يعني اي حاجه تعطات ليكم عندك الحق تخدمها لراسك وما يعاونك فيها حتى شي واحد. وهنا السكايده غادي تخبر هي ودوك الناس الاذكياء اللي هزات في الاول فين مشاو ولا شنو داروا ليهم. كمل الفيديو باش تعرف. من بعد واحد الشهر ديال السكات وحتى شي واحد ما عارف شنو واقع، اخيرا تحط واحد البوست في ريديت اللي فيه هاد التصويره هادي، اللي كتقول باللي راه رقينا واحد الجروب ديال الناس اللي عندهم ذكاء مرتفع بزاف اللي كنا كنقلبوا عليهم، شكرا على المجهودات ديالكم وغادي يكونوا فرص في المستقبل. هنا كاع المجموعات اولا الكوميونيتي اللي كانت متبعه هاد اللغز ما عجباش الحال، حيت ما ربحوا والو، وايضا حسوا بحال غير كانوا كيضيعوا وقتهم وصافي. والاسئله اللي طرحوا في الاول ديال شكون هي سكايده ولا ياش هادشي كامل وشنو غيديروا بدوك الناس الاذكياء، مازال ما تم الاجابه عليهم. ولي صحاب ليك سالينا هنايا، حنا مازال حتى ما بدينا، حيت هادي كانت فقط البدايه ديال شي حاجه كبيره اللي غادي تطرا من بعد. سكايدا كانت كدير واحد الحاجه سبيشال في اي تصويره كتحطها، واللي هي كتخلي فيها واحد الكود اللي كيتبت انها بصح تصويره جايه من سكايدا وماشي شي تصويره مزيفه. حيت بزاف ديال الناس في ديك الوقيته اللي كانت سكايدا غابره فيها ولاو كيديروا الغاز مزيفين وكيقولوا باللي راها جايه من سكايدا غير باش يتبعوا التريند وصافي. داكشي علاش قالت لهم باللي اي تصويره ما فيهاش الكود الخاص ديال سكايدا في السورس ديالها يعني راها تصويره مزيفه وما خاصش تديو عليها. سو غادي يدوز الوقت وبزاف ديال التصاور مزيفين غادي يبداو يخرجوا، ولكن الناس عارفين باللي راهو مزيفين وما غاديش يضيعوا فيهم الوقت. ومن بعد عام بالضبط سكايدا غادي تلوح اللغز الثاني، وباش غادي يعرفوا الناس واش هاد اللغز بصح من سكايدا ولا شي لغز مزيف، طبعا من الكود اللي كاين في السورس ديالها. وهاد التصويره كان مكتوب فيها هاد الرساله هادي: سلام، البحث ديالنا على الناس الاذكياء مازال مستمر، اول دليل كاين في هاد التصويره لقاه وغادي يديك للطريق فين غادي تلاقانا، حنا متشوقين باش نتقابلوا معاك. يعني جاو دابا وبغاو ناس اذكياء اخرين. هاد التصويره اللي بوسطاتها سكايدا ما كانتش مختلفه بزاف على الاول، التصويره كديك لواحد الشيفرات، ودوك الشيفرات كيديوك لواحد السيت، وداك السيت كيديك الكتاب، والكتاب كيديك لواحد السيت اخر، وداك السيت غادي يديك لواحد الكونت في تويتر اللي هو النيت غيديك لواحد المقطع موسيقي اللي خاصك تحل دوك السيمفونيات اللي فيه. وهذا المقطع الموسيقي سميتو ذا انستر ايمرجنس. وهنا بصح كانوا تعطلوا بزاف باش يقدروا يحلوها، وكان هاد اللغز معقد بزاف على اي لغز كان تحط قبل. ولا قدرتي دير هادشي كامل غيخرجوا لك عاوتاني احداثيات ديال مناطق مختلفه في العالم، وبالضبط هاد المره كانت 8 ديال البلايص 4 ديال الدول. وعاوتاني سكايدا غادي تختار الناس اللي وصلوا للوالا، وغادي تخلى على الناس اللي كانوا تابعين، وغادي تختفي عاوتاني لتاني مره. ولكن الفرق هنا انها ما عطاتش رساله ديال انها لقات ناس اذكياء اللي كانت كتقلب عليهم، لا، هاد المره فقط اختفات، واختفوا مع هذوك الناس اللي كانوا وصلوا عندها بلا اي رساله كتشرح شنو طاري. باي ذا واي الفيديو غيكون طويل شويه على العاده، ما عرفتش واش كيعجبكم بحال هكا ولا كتفضلوا فيديوهات قصار، حتى تقول لي الراي ديالك في التعليقات راه كنقراهم كاملين. من بعد عام ديال الاختفاء والتساؤلات، وبالضبط في 2014 عرفتي شنو غادي يطرا؟ سكايدا غادي ترجع للمره الثالثه، الحج ديالك غادي يبدا دابا والتنوير في انتظارك. طبعا حتى حاجه ما مختلفه، هاد التصويره فيها واحد الشفره، وديك الشفره كديك الكتاب، والكتاب غيعطيك واحد الرابط. ولكن هاد المره هاد اللغز غادي يكون داير على واحد الكتاب غريب. هاد الكتاب كان سميتو ليبر بريموس، واللي كتعني الكتاب الاول باللاتينيه. وهاد الكتاب كان مكتوب من طرف سكايدا نيت، وكان مكتوب بالحروف الرونيه. سو كيفاش غادي يقدروا يحلوا اللغه ديال هذا الكتاب هذا؟ سكايدا في 2013 في اللغز الثاني فاش رجعت لثاني مره كان ديجا عطات معاه واحد الورقه اللي كتشرح فيه الحروف
ديال هذا الكتاب، ولكن ديك الساعه الناس ما كانوش عارفين ليش غادي تصلح، ولكن دابا عرفوا فاش غادي تنفعهم ديك الورقه، وعرفوا باللي كلشي مترابط مع بعضياته وما كاينش شي حاجه عشوائيه. ولكن واخا عندهم الشرح ديال دوك الحروف، كانت مازال المساله معقده انهم يحلوا الشفره، حيت الكتاب ما كانش مكتوب بطريقه عاديه، كان مشفر بزاف وكان فلسفي وايديولوجي، وشي صفحات كانوا مشفرين وشي صفحات كانوا فيهم شفرات مورس وشي ارقام عشوائيه. وما بين 74 صفحه من صفحات ديال دوك الكتاب، فقط 19 منهم اللي تم الترجمه ديالهم ليومنا هذا. قوت ما داكشي صعيب ومعقد. وصلت 2015 وسكيدا مازال ما تلقاتش شي لغز جديد. هنا الناس عرفوا باللي خاص يكملوا الكتاب ويحلوه كامل هو الاول، عاد يقدروا يدوزوا للمرحله اللي موراها، ولكن حتى شي واحد ما قدر. في 2016 من بعد عام، سكيدا غادي تلوح واحد الميساج اخر اللي غادي يتاكد باللي ضروري خاص تحلوا الكتاب عاد تقدروا تدوزوا للمرحله الجايه، انه الدليل ديالكم راه كاين في داك الكتاب النيت. ولحد اليوم طبعا حتى شي واحد ما قدر يحل داك الكتاب بقوه ما هو صعيب. وطبعا سكيدا ما ولاتش حطات لغز اخر من ديك الوقيته. شكون هي سكيدا وشنو طرى للناس اللي حلوا الالغاز الاولاه؟ 2012 فاش اول مره بان سكيدا، بزاف ديال الناس حاب لهم باللي هذا شي برنامج في التلفازه ولا شي شركه ديال المعلومات بغا تهز الناس الاذكياء بهذه الطريقه هذه. وهذا الشيء اللي كانت دارت واحد الشركه بريطانيه اللي كانت بغات تدخل الناس ليها، عطاتهم واحد الشفره اللي سميتها كان يو فايند ات اولا واش تقدر تلقاه، واللي يقدر يحل اللغز يا كتخلصوا بواحد المكافاه ماليه يا كتوظفوا عنده وكتاخذوا. واحد الاحتمال اخر قالوا الناس ان تقدر تكون شي طائفه باغا تنتقي الناس الاذكياء باش يعاونوها في الخطط ديالها. واحد من دوك الناس اللي كانوا تعزلوا في اللغز الاول سرب واحد الايميل كان وصلوا من عند سكيدا النيت، وفيه سكيدا عرفات براسها وشكون هي وشنو باغا. قالت باللي حنا واحد الانترناشونال جروب اولا واحد الجروب عالمي، ما عندناش سميه وما عندناش شعار وما عندناش قائد، ما كنديروش اعلان راسنا وما عندناش وجود في الانترنت، حنا واحد المجموعه ديال الناس اللي اثبتوا الجداره ديالهم بحالك نتايا عن طريق الالغاز، وكنختاروا الناس اللي كيشبهوا لينا في الذكاء والعقليه عن طريق هاد الاحجيات اللي كنحطوا كل عام. وحنا تجمعنا هنايا حيت كنامنوا بواحد الحاجه واللي هي الخصوصيه حق للجميع، وبغينا ناسسوا واحد المجتمع اللي فيه الخصوصيه التامه وكنحتاجوك نتايا. دابا عرفنا شكون هي سكيدا، صو دابا باقي السؤال الثاني واللي هي علاش ما وليناش سمعنا على الناس اللي ربحوا في المراحل الاولى وفين اختفوا؟ في الحقيقه سمعنا عليهم وما اختفوا ما والو، وانما فقط كيكون صعيب بزاف انك تميز ما بين الناس اللي كيهضروا بالصح وما بين غير اللي كيدعي وكيكذب. واحد من الناس اللي كانوا فازوا في الالغاز الاولى جابوا له واحد البرنامج يديروا معاه مقابله، وقال لهم باللي فاش ربح سكيدا صيفطات له واحد الايميل اللي فيه واحد الرابط، وهذا الرابط كيديك نيشان لواحد الموقع في الدارك ويب، وهنا في القراصه هو وواحد 20 ديال الناس اخرين بحاله كيهضروا مع سكيدا في واحد الكونفرساسيون، وبقاو كيشرحوا لهم باللي سكيدا تاسست من طرف مجموعه ديال الاصدقاء اللي كيامنوا بالخصوصيه والرقابه والامن، والهدف ديالنا في الاول كان فقط اننا نصايبوا برامج ديال الحمايه ونطوروها، ولكن منين بقى صديق كيدخل صديق كبرنا بالزربه على المستوى العالمي، ولينا منظمه عالميه مهتمه بالبرمجه والحمايه والخصوصيه. وهذا الشخص قال باللي انه سكيدا كانت كتعطيهم يبرمجوا شي حوايج معينه ويحلوا شي الغاز، ولكن من بعد بدات كتقل الهضره شويه في ذاك الجروب، بحال بداو الناس كيفقدوا الاهتمام، ومن بعد واحد المده ذاك الموقع تسد، الجروب ديال سكيدا حتى هو تسد وما ولاوش سمعوا عليها من ديك الوقيته. صون بعد هادشي كامل نقدروا نقولوا باللي سكيدا كانت واحد المجموعه ديال المبرمجين اللي باغيين يطوروا برامج كتخص بالحمايه والخصوصيه، وباش يديروا هادشي كان خاص يوظفوا معاهم ناس اذكياء بزاف. واخا دوك الالغاز اللي كانوا كيحطوا كانوا كيعطيوك داك الاحساس ديال هادشي كبير وانه من طرف شي منظمه كبيره ولا شي حاجه، ولكن راه كانوا فقط مجموعه ديال الاشخاص. ولا جيت تفكر فيها راه مساله سهله صراحه، نقدر دابا نهضر مع شي واحد كاين في امريكان ويلصق شي بوستر في شي بلاصه معينه، واخا انا كاين في المغرب، يعني ماشي شي حاجه اللي ملفته لهالدرجه. وايضا فاش لقاو الناس اللي تقبلوا في سكيدا حتى هما كان عندهم نفس الاجابه، النشاط ديال سكيدا كان كينقص شويه بشويه، وبداو تيقولوا لهم غير صبروا علينا صبروا علينا، راه مازال جاي التنوير، راه مازال جاي الحج ديالكم. ولكن من بعد في الاخر تسد كل شيء وما ولا حتى شي واحد سمع على سكيدا من ديك الوقيته. هادشي اللي كان عندي اليوم، نتمنى يعجبك هذا النوع ديال الفيديوهات، وقول لي الراي ديالك في التعليقات شنو بان ليك في سكيدا، ولا الا عندك معلومات اكثر. حيت بصح فاش كنت كنقلب كاين بزاف ديال المعلومات معقده اللي ما قدرتش نفهمها كاع. وايضا الا بغيتي تشوف اكثر بحال هكا قولها لي في التعليقات، حيت عندي بزاف ديال القصص اخرين. ما تنساش دوز عندي الانستغرام وتمشي تشوف الفيديوهات اللي فاتوا، انا متاكد غادي يعجبوك. كان معكم بلاك ونشوفوا فيديو جديد وبيس.